اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ايمن، الاول قبل ما ارحب بضيوف، انا بحب الفقره دي اصلي، فالفقره دي بالنسبه لي بتبقى فقره لطيفه يعني. ايوه صحيح، وبالنسبه للجمهور مش بالنسبه لنا بس. طبعا صحيح، فعلا صحيح. هنتكلم عن احصائيات وارقام الخاصه بالبطوله النهارده وخاصه بفريق مونتيري وبعض الامور الفنيه الخاصه بهذا الفريق. انت شايف مونتيري فريق جيد؟ بص، هو يمكن فريق مونتيري مش زي مونتيري مثلا من سنتين ثلاثه، مظبوط، ولكن هو فريق جيد جدا. معاه طبعا مدير فني كان قبل كده مدير فني منتخب مصر خفير اجيري، فيعرف كل صغيره وكبيره عن النادي الاهلي وعن الفرق المصريه. فاعتقد مواجهته في اول مباراه هتبقى مواجهه صعبه جدا. عشان هو عارف كل حاجه، هو عارف كل حاجه ومعاه فريق كويس. كنت عايز اتكلم طبعا كريم واحمد ثابت بقى في حاجات تانية، في حته كابتن حرق. كابتن احنا نسينا طبعا. خليني ارحب بضيوفنا دايما في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايمن، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس. سعيد طبعا بالتواجد مع اثنين من الكباتن الكبار، كابتن اسلام وكابتن ايمن. يعني لا، خلي بالك انا مش كبير قوي يعني. انا كبير. منورين، ويعني دايما كالعاده الحقيقه. وكابتن ايمن، كلنا احنا الاربعه النهارده بقى هنعرف نتكلم في كل اللي انتوا هتتكلموا فيه. مش هتعرفوا تضحكوا علينا يعني وتقولوا لنا اصل تشيلسي ضعيف والكلام اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت على بايرن ميونخ ده. السنه اللي فاتت بيقولوا لنا على بايرن ميونخ ده. كريم سعيد اللي قال كده السنه اللي فاتت. العنوان يا كابتن اسلام، اوعى تنساه. والعنوان نقط ضعف بايرن ميونخ. الناس كلها خدت عليه يعني. هو بايرن ميونخ ما عندوش نقاط ضعف؟ عنده صح. مفيش فريق تشيلسي عنده ولا ما عندوش؟ اكيد عنده نقاط ضعف. عنده يعني؟ اكيد طبعا. نكتب لهم العنوان ده على السوشيال ميديا يا جماعه. بس قبل ما تبتدوا، انا ليا سؤال. لما نتكلم على حته القيمه التسويقيه، معنى ان القيمه التسويقيه لفريق اعلى من الفريق، هل ده تعني ان الفريق اللي هو القيمه التسويقيه الاعلى يفوق الفريق اللي هو اقل في القيمه التسويقيه في المستوى الفني؟ في وجهه نظري لا يا كابتن ايمن، ان القيمه التسويقيه لاي فريق أكيد. كريم معلش يا كريم، وانت بتتكلم يا احمد معلش يا كابتن ايمن، عشان ده لحظات وصول زي ما كنا بنقول لما كانت مريم بتتكلم من شويه. دي لحظات وصول مصطفى شوبير ومغربي لفندق الاقامه في لبعثه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، وترحيب بيتسو موسيمانيو. طبعا كان قبلهم واحد كابتن سمير عدلي، طبعا واحد من الاداريين الكبار جدا في عالم كره القدم سواء في مصر او في النادي الاهلي. مصطفى شوبير ومحمد مغربي بينضم رسميا الى بعثه النادي الاهلي يا كابتن ايمن. طيب، دي لقطات الوصول وانت بتتكلم يا كريم واحمد. نعم اتفضل. لا، هو مش شرط. انا كنت بقول لكابتن ايمن، مش شرط ان القيمه التسويقيه لنادي ما عشان هي اكبر من نادي اخر يبقى النادي ده افضل فنيا او تكتيكيا من الفريق الاقل في القيمه التسويقيه، لان القيمه التسويقيه بيبقى برضه فيها عوامل اخرى غير الكوره بتتدخل فيها، منها مثلا شطاره وكلاء الاعمال، المنطقه اللي احنا اوريدي بنتكلم على انتقالات اللاعبين فيها. احنا برضو بنتكلم المكسيك واحده من الدول الرائده في كره القدم في العالم، فبالتالي اكيد ولاعيبه المكسيك دايما منتشرين في الام ال اس الدوري الامريكي، والدوري الامريكي هناك مرتبات كويسه. اللعيبه المكسيكيين برضو واحد من التارجتس اللي بيتاخدوا في اوروبا، فاكيد طبعا مساحه تداول الاموال في المنطقه دي اعلى بكتير من مساحه تداول الاموال في افريقيا والشرق الاوسط. مظبوط تمام. طيب، هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخص المباراه دي، قيمه تسويقيه طبعا للانديه المشاركه في كاس العالم. طيب اقول لكم تشيلسي ولا يا ابني شيل الحاجات دي من على الشاشه بسرعه بسرعه. سمير تشيلسي مش سامع تشيلسي. فجوه كبيره يعني. عشان ده في فجوه كبيره جدا ما بين تشيلسي والثاني بالميرس يا كابتن ايمن. طبعا يعني قول لنا يا كابتن ايمن. لا قول انت تشيلسي يا كابتن، عشان انت كمان انت راجل امريكاني فبتطلع من بقك حلو. انا هقول لك، انا هبدا بمونتيري. ما خدتش بالي تشيلسي اخباره ايه. لا، نبدا طبعا بتشيلسي الانجليزي. طبعا 886 مليون يورو القيمه التسويقيه كابتن اسلام. بعد كده بالميراس البرازيلي 180.90 مليون يورو، يعني تقريبا 181 مليون يورو. مونتيري المكسيكي 85.90 او 85.90، يعني برضو تقريبا 86 مليون يورو. الهلال السعودي يا كابتن اسلام بعد الاضافات الكبيره اللي عملها الفتره اللي فاتت
ارتفع ل 60 مليون يورو و43، يعني تقريبا بتتكلم عن 60 مليون يورو ونص. نادي الاهلي المصري 31 مليون يورو 31.43 يعني 31.43. والجزيره الاماراتي اخيرا 19 مليون يورو و37. يعني ادي القيم التسويقيه لكل الفرق المشاركه في المونديال، وهذا لا يعني على حسب كلام كريم سعيد، مش كلام انا ماليش دعوه باللي بيقوله كريم، خلي بالك هو دبسك قبل كده، دبسك كتير 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 مش فيعني اللي بيقوله كريم ان القيمه التسويقيه لا تعني ابدا يا دكتور احمد ان يكون الفريق افضل من فريق اخر. مش شرط طبعا، لان السنه اللي فاتت كنا بنلعب بالميراس، كانت القيمه التسويقيه بتاعته اعلى مننا بكتير، وقدرنا ان احنا نتغلب عليهم. الفكره فكره ان انت ازاي تلاعب الفريق ده، ممكن الفريق يكون اعلى منك فنيا، طبيعي ان فريق بالميراس او فريق تشيلسي فريق اعلى مننا في القدرات الماديه اكيد بكتير يعني، ولكن ازاي انت تلاعب الفريق الاعلى منك، وازاي ان انت يعني منتخب مصر كوت ديفوار كانت اعلى في القيمه التسويقيه من كوت ديفوار، اعلى من مصر في القيمه التسويقيه، مصر قدرت ان هي ازاي تلاعب كوت ديفوار وتكسب، كذلك برضو ازاي عرفنا نلعب المغرب ازاي ونكسب، على حسب التكتيك اللي هيلعب بيه المدرب. بس لو استثنينا تشيلسي يعني هو بص عايز اقول لحضرتك حاجه، ان البطوله دي دايما المرشح الاول دايما بيكسب، بطل اوروبا دايما بالظبط، فبطل اوروبا دايما بتبقى القيمه التسويقيه بتاعته عاليه جدا، عاليه طبعا، وبتبقى في فروقات زي ما قال الكابتن اسلام مثلا عن بايرن ميونخ السنه اللي فاتت، صح، في فروقات كبيره جدا بينه وبين باقي الانديه، صح طبيعي، لان بطل اوروبا هو اللي بيبقى يعني بيبقى اقوى فرقه في البطوله وهي المرشح الاول، بدليل الالقاب كلها بتبقى بتروح لبطل اوروبا، نادر لما تلاقي مثلا البرازيل فريق من الفريق البرازيل ثلاث مرات فريق برازيلي يحصل على اللقب، فرقه ثانيه حتى ما حصلش بره قبل كده ان فريق من قاره افريقيا او من قاره اسيا حصل على اللقب يعني. لا وكمان اضيف على كلام احمد الكابتن ايمن ان مثلا الهلال السعودي 60 مليون، ال 60 مليون دول مثلا هنلاقي ماريجا وايجالو مثلا لوحدهم الاثنين مع بعض 25 او 30 مليون، لا يعني ماريجا نفسه وكمان جوميز كمل معاهم قبل ما يروح جلطة سراي، كان هتلاقي مثلا القيمه التسويقيه للفرقه وصلت لغايه 90 100، فانت ممكن تلاقي لعيب واحد فقط شايل نص مظبوط القيمه التسويقيه في الفريق، واعتقد ده ينطبق على الهلال السعودي. طيب خلينا نتكلم عن المدربين، او عايزين تكلمونا اكتر حضراتكم النهارده عن المديرين الفنيين اللي موجودين في كل الفرق. اتفضل يا كريم. نعم احنا كنا عايزين يعني النهارده كنا عاملين فقره ببساطه السؤال الاكبر اللي جمهور النادي الاهلي بيساله كابتن اسلام، احنا في وضعنا الحالي، وطبعا عارفين النادي الاهلي السكواد والقائمه بتاعته راحه على البطوله وهي مش مكتمله، فاحنا حابين النهارده نجاوب للساده المشاهدين ومحبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا هنلعب ازاي، لان احنا عندنا اسئله كتيره جدا بصراحه، وطبعا الشباب كلهم وكل الجمهور بيقول احنا يا جماعه هنواجه مونتيري ازاي، مين التشكيل هنلعب بيه، الطريقه طبعا عارفين بيتسو موسيماني خلال اخر موسمين معانا لعب في البدايه ب 4-2-3-1 وفي بعض الاحيان 4-3-3 وبعد كده حولناها السنه دي ل 3-4-3 بمشتقاتها، فبرضه هنلعب 4 ورا ولا هنلعب 3 ورا، فاحنا حابين النهارده ان احنا نحاول ندي اجابه ل الجمهور النادي الاهلي والساده المشاهدين على السؤال اللي بيراودهم ومنتشر كتير خلال صحيح الايام السابقه، خصوصا بعد اعلان قائمه النادي الاهلي اللي فعلا سافرت للامارات ومدينه ابو ظبي. فلو احنا معانا الفورميشن ممكن نبدا عشان برضو فضل نستغل فضل الوقت اللي معانا، اللي انا هعمله النهارده او التشكيل اللي انا هحطه ربما يفاجئ ناس كتير، بس في وجهه نظري الشخصيه اشوف ان بيتسو موسيماني في الموسم الاول لما لعبنا 4-2-3-1 ما كانش فيها التأمين الكافي لينا زي اللي شفته في الموسم الثاني. انا لما هاجي اشوف طبعا في القائمه الحاليه اكيد طبعا في غيابات كتيره خصوصا في خط الظهر، بس انا اشوف يا كابتن ايمن ان الثلاثه الحارس نعم الحارس طبعا طبعا والاربعه في خط الوسط هو حضرتك هتلعب ب 3-4-3 من وجهه نظرك بس انا بتكلم دلوقتي كابتن ايمن على حته ايه، مش اسم مونتيري طبعا، مونتيري لما نيجي نحلل اداءه وهنشوف هنلاقي ان في نقاط قوه عليهم في الوقت الحالي عننا، حتى طيب المعلومه صحيح المنتشره ان مونتيري غايب عنه 11 لعيب دي معلومه مش صحيحه، لا طيب مونتيري جايب كامل صفوفه وما عندوش اي غيابات. طيب انا ليه بقول ان انا بالنسبه لي الافضل 3-4-3، لان 3 في الفتره اللي شفتها مع بيتسو موسيماني في الموسم الثاني لقيت ان في تامين دفاعي بالنسبه لنا افضل. الثلاثه اللي ورا مديين حريه الاثنين فول باكس بتوعنا ان هم يطيروا على الخط بكامل الاريحيه وبدون اي مشاكل في
الناحيه الدفاعيه. ليه؟ لان احنا طبعا مين نتكلم على الفول باك الايمن لما بيطير هو مش ما عندوش اي مشكله. ليه؟ لان في مساك بيرحل وبيخش على الخط عشان يامن المساحه اللي وراه. طيب لما نيجي نطبق ده على الاسماء في وجهه نظري ونشوف ده على القايمه الحاليه اللي معانا، هنلاقي طبعا احنا عندنا غيابات في خط الظهر. صحيح. بس في اسمين مهمين اكيد هنبدا هنبني عليهم الثلاثه اللي ورا وهما رامي ربيع وياسر ابراهيم. طيب انا لما جيت ابص على التشكيله الحاليه ومين الاسماء اللي ممكن احطها، انا لقيت ان احنا ممكن في بعض الاحيان نستغل محمد هاني احطه على اليمين واحط رامي ربيع في النص وياسر ابراهيم هو اللي على الشمال. طبعا ياسر ابراهيم هيرحم يمين الشمال وفيها شويه مخاطره، ولكن انا مضطر استحمل المخاطره دي. ليه؟ لو لعبت برامي وياسر فقط مع محمد هاني وعلي معلول ربما في الاوقات اللي احنا هنهاجم فيها الاثنين بس اللي ورا هيبقى عندنا مشاكل كبيره فيها. فانا شفت ان ربما يكون محمد هاني توظيفه في الثلاثه كمساك ونحط جنبه مهم جدا بقى كريم فؤاد، لان كريم فؤاد في وجهه نظري لاعب سريع خفيف وبيقدر النهارده ان هو يعمل لنا الانطلاقات للامام وعنده نفس القدره على الارتداد. طاهر محمد طاهر بالفعل تم تجربته في احد مباريات كاس الرابطه كجناح ايمن في طريقه 3 4 3، بس انا اشوف ان طاهر عنده مشكله واحده وهي الارتداد بتاعه ضعيف جدا 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 جدا، فبالتالي هحطه هنا في اختبارات هجوميه كتيره مع فريق عنده سرعات كبيره زي فريق مونتيري. بس هي مش تبقى مخاطره من مستر موسيماني؟ نعم. في ظل الظروف اللي النادي الاهلي بيمر بيها دلوقتي وغياب الدوليين والاصابات الكتير، ان هو يبدا مع مونتيري المكسيكي الاقوى، عشان برضو نكون واقعيين، طب الاقوى في هذه المرحله بثلاثة أربعة ثلاثة. بص يا كابتن، خلينا نتفق على حاجه على مبدا في الاول، ان احنا اصلا في الوضع الحالي هو وضع استثنائي مش الوضع الطبيعي بتاعنا. احنا معناش الفول سكواد بتاعنا، معناش القائمه الكامله، ومعناش كمان ايه، احنا بنتكلم من الاثنين مدافعين اساسيين بتوعك مش معاك، بنتكلم على هاف ديفندر اساسي ومركز 8 اساسي معاك. صح. مش معاك، بنتكلم كمان مهاجم الاساسي بتاعك مش معاك وصانع العاب كمان. فبالتالي مزبوط. انت عندك مجموعه من اللاعبين مش معاك، يعني انا عشان كده بقول لحضرتك ان ممكن فكر مستر موسيماني يتغير طبقا للظروف والمتغيرات او المتغيرات اللي حاصله دلوقتي. صحيح. بس الاكيد يا كابتن ايمن ان خطه الثلاثه وانا بشرحها وحضرتك طبعا يعني اعلى من العارفين في الحته دي، ان الاثنين فول باكس فيها بيبقى عندهم حريه مش خايفين لان وراهم متغطي. الاربعه طبعا لما ثابت هيجي يشرح الطريقه بتاعته لان انا مختلف كليا معاه في اللي هو هيختاره هيبقى فيها المخاطره واخده مساحه اكبر. لكن انا شايف ان احنا لو امننا بمحمد هاني، محمد هاني يلعب مساك مش فول باك. الفول باك انت محتاج فيه فعلا واحد سريع زي كريم فؤاد. طاهر مش في وجهه نظري مش هيصلح فيها. فانا هقول تشكيلي بسرعه عشان برضو اسيب المساحه لاحمد يشرح طريقته، ان انا شايف محمد هاني بعد كل ده تسيب المساحه؟ نعم يديله فرصه. محمد هاني، رامي ربيع هو اللي في النص، ياسر ابراهيم هو اللي على الطرف، كريم فؤاد هو الفول باك الايمن، اليو ديانج وعمار حمدي هو اللي يعمل دور 8 طبعا على الشمال مفيش خلاف على علي معلول. الثلاثي الامامي اتمنى حسين الشحات يبقى هو الطرف الايمن، قفشه هو اللي على الشمال، واتمنى باذن واحد احد باذن واحد يا رب حسام حسن يبقى ربنا يشفيه وان شاء الله باذن الله يلحق معانا ماتش مونتيري ان شاء الله. تمام. تسيب احمد، بس انا عايز قبل بس ما تسيب احمد انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. تحديدا في الموضوع ده، لانه ما هو احنا واحنا بنتكلم كده انا عايز بس اوري هيبقى عندنا جزئين فيهم على الاقل مساحه كبيره جدا. نعم. هنقدر نعمل فيهم ايه يعني؟ الاجزاء دي الجزء ده والجزء ده فيهم مساحه كبيره طب فاضيه. السؤال مهم جدا على ما اظن. ايوه، اللي ورا علي معلول واللي ورا كريم فؤاد حسب اختياراتي بالظبط كده يعني. نعم. على حسب الاختيارات طبعا. اللاعب الثالث او المساك اللي على اليمين ما بيبقاش واقف كده، بيبقى داخل 3 4 ياردة لجوه. نعم. وبالتالي هتبقى في مساحه محطوطه هنا كابتن ايمن، هتبقى في مساحه محطوطه هنا ومساحه محطوطه هنا ورا علي معلول وورا معرفش انت حاطط مين، كريم فؤاد. كريم فؤاد كريم فؤاد الناحيه الثانيه، اعتقد بتبقى في مساحه كبيره جدا في الامر ده في ظل السرعات اللي موجوده اللي هنتكلم عنها عن فريق مونتيري. هتعمل ايه في الحاجات دي؟ خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان سؤالك ده هو اللي بياكد وجهه نظر ان السرعات اللي عند مونتيري، واكيد خافير اجاري مش هيغير ال 4 3 3 اللي دايما بنشوفها معاه. خافير اجاري مع منتخب المكسيك، خافير اجاري مع منتخب مصر دايما بيلعب بيه 4 3 3، وبالتالي
لما يكون فرقه قدامي بتعتمد على الجناحات اللي اي فريق بيحط 4 3 3 فهو معتمد على الاطراف اكتر من معتمد على العمق. فانا مهم جدا جدا عندي ان انا ابقى مامن بثلاثه مساكين في الخلف، لان طبعا لما الاثنين الفول باكس هيرجعوا انا بلعب بخمسه ما بلعبش ثلاثه في الحاله الدفاعيه، لكن انا بتكلم على الحاله بتاعه الكاونتر اتاك ان هي دي الخطوره. الخطوره في الكاونتر اتاك ان انا الاثنين الجناحات بتوع الفريق المنافس لو حبيت مثلا ارسمهم واترسموا مثلا على الاطراف لو استخدمنا الاو بالظبط كده وحطينا الاثنين هنا، هنا دايما هتلاقي الاثنين مساكين على الطرف. عشان كده حطيت محمد هاني، محمد هاني سريع، وبالنسبه لي كمان ياسر ابراهيم كسرعه افضل شويه من رامي ربيعه. انا حطيت رامي ربيعه في النص عشان احميه من المواجهات اللي فيها دريبلينج او فيها سبيد. وبالتالي انا اشوف ان سؤال حضرتك الاجابه عليه ان الثلاثه ورا هي اللي تامن الخطوره من الاجنحه. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا يا كابتن ايمن بعد اذنك هنروح عبر زوم الحقيقه لإيمرسون المتحدث الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي، بما اننا بنتكلم عن نادي مونتيري ونرحب بيه طبعا على شاشه النادي او شاشه قناه النادي الاهلي. إيمرسون اهلا بيك. هولا buenas noches. اهلا وسهلا بكم. في البدايه طبعا النادي الاهلي سيواجه مونتيري المكسيكي في مستهل مشواره بالنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي، شايف إزاي هذه المباراة ما بين مونتيري والنادي الأهلي؟ أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا على هذه الاستضافة. أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة بين الفريقين والتوقعات لهذه المباراة كبيرة جدا، وبالنسبة لفريق مونتيري يدخل هذه المباراة بتوقعات كبيرة ونتمنى أن تكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريقين وبشكل خاص بالنسبة للجماهير التي ستحضر المباراة من المدرجات وستشاهدها من الملعب. تمام. مونتيري المكسيكي لديه 5 لاعبين بالمنتخب المكسيكي هيلعبوا فجر الخميس مباراة فاصلة للتأهل لمونديال أمام بنما بتصفيات أمريكا الشمالية. الأهلي أيضا عنده لاعبين أساسيين مشاركين مع منتخب مصر ولديهم لقاء مرتقب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون مساء الخميس. كيف يتغلب مونتيري والنادي الأهلي على هذه المشكلة والأزمة ورأيك في هذه الأزمة التي تسبب بها الفيفا وعدم مراعاته لتوقيت هذه البطولة؟ حسنا أعتقد أن الفيفا لم يحترم المواعيد الخاصة بالمواعيد الفيفا. أعتقد أن الاتحاد الدولي هو الذي يتحمل هذه المسؤولية ونحاول أن نخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة للمدرب واللاعبين يحضرون أنفسهم للمباراة وفقا للظروف المتاحة. الفريق يدخل المباراة بعدد محدود من اللاعبين بسبب انضمام اللاعبين للمنتخب، ولكننا سنحاول التغلب على هذا الوضع لأن الهدف بالنسبة لنا واضح وهو المنافسة على لقب البطولة حتى وإن كان هناك لاعبين كثر في المنتخبات الوطنية. عايز اسالك عن الفرق بين فريق مونتيري في مشاركاته الماضيه بكاس العالم للانديه والجيل الحالي للنادي المكسيكي حاليا. حسنا اعتقد ان الاختلاف كبير ومهم. الفريق تطور كثيرا على مستوى النادي بشكل عام. الفريق حظي بمشاركته الأولى ولكنه هناك مجموعة جديدة من اللاعبين ستشارك في هذه البطولة. المؤسسة بشكل عام تطورت كثيرا وامتلكت خبرات من مشاركاتها في بطولة المونديال
وهناك عدد كبير حاليا من اللاعبين الذين ينشطون في المنتخبات المختلفة، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على مونتيري، وأعتقد أن الفريق يزداد قوة بالعمل للبحث عن أفضل ظهور ممكن في هذه البطولة. طيب أخيرا قبل ما أسيبك إمرسون، رأيك في مستوى فريق مونتيري الحالي الحقيقة مع مدربه خافير أجيري، وهل تعتقد أن فوز مونتيري في نسختين قبل كده على النادي الأهلي سيعمل أفضلية لمونتيري على النادي الأهلي، ووجود خافير أجيري كمدير فني سابق لمنتخب مصر هل هيفرق؟ وغياب الدوليين أيضا يا كابتن إسلام، غياب الدوليين خافير أجيري مدرب كبير بالطبع ويمتلك خبرة كبيرة، والمدرب متواجد مع الفريق في عام 21 وخاض بطولة الكونكاكاف وأمريكا الوسطى ودرب منتخبات كبيرة مثل منتخب مصر ومنتخب اليابان ومنتخب المكسيك وأتلتيكو مدريد أيضا. أعتقد أن الفريق يعمل من أجله ويقوي نفسه بشكل كبير. أعتقد أن خافير أجيري تواجده في المقعد المدير الفني لمونتيري سيكون له عامل كبير في المباراة، وأعتقد أن بالنسبة للمباراتين السابقتين لمونتيري أمام الأهلي، أعتقد أن كل مباراة مختلفة في ظروفها، أعتقد أن الأمور مختلفة في الوقت الحالي، ويجب أن تلعب المباراة، يجب أن نلعب المباراة في الملعب حتى نستطيع أن نفوز بها، ولا أعتقد أن هناك مرشح للفوز فريق على الآخر، يجب أن تلعب المباراة في الملعب حتى تستطيع أن تفوز بها، وأعتقد أن مونتيري سيبحث عن الظهور بأفضل شكل ممكن من أجل الفوز بهذه المباراة والمرور للدور التالي. نشكرك شكرا جزيلا إمرسون المتحدث الرسمي باسم نادي مونتيري المكسيكي، هيقابل النادي الأهلي في أولى المباريات إن شاء الله يوم السبت المقبل في أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أحمد تمام. أنت كنت بتتكلم عن تشكيل النادي الاهلي، احمد كريم كان قال ان هو هيلعب بطريقه 3-4-3 اقرب الى 3-4-3، كريم فؤاد يلعب باك رايت، علي معلول يلعب باك ليفت، ايه رايك في هذا الامر؟ خليني الاول اقول لحضرتك ان الاهلي على مش عايزكم تضربوا بعض عادي، لا مش مشكله. الاهلي على يعني موعد ان هو يكسر رقم قياسي في عدد المباريات لاكثر الانديه في العالم. اتفضل طبعا بعد اذنك. الاهلي على موعد ان هو يكسر رقم قياسي ان هو يبقى اكثر نادي في العالم لعب مباريات في مونديال الأندية. الرقم متساوي ما بين النادي الأهلي حاليا وأوكلاند سيتي ب 15 مباراة. النادي الأهلي إن شاء الله لو لعب في أقل تقدير مباراتين فهيكسر الرقم ده إن شاء الله. نيجي نبص للتشكيل، أنا وجهة نظري إن 3-4-3 في الفترة الأخيرة يعني إحنا بنلعب بثلاثة ورا، بس برضو في أهداف بتدخل فينا للأمانة. يعني الحاجة التانية أنا شايف إن أنت ما عندكش في القائمة غير اتنين مدافعين، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومحمد مغربي هل هتقدر تغامر بيه في لسه ما عندوش الخبرات، لسه برضو هيعمل مسحه الكورونا زياده تاكيد برضو، فلسه يعني يعني الظروف فرض علينا ان احنا نلعب باتنين مساكين. دي وجهه نظر يعني ان احنا نلعب بالاربعه، طبعا علي لطفي هو الاكثر خبره من مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. قبل برضو ما اكمل التشكيل، احنا قبل ما نستعرض التشكيل لازم نتكلم على حاجتين مهمين جدا. سياسة الضغط بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ هتضغط منين؟ طبعا مش هينفع تضغط ضغط عالي، مفيش حاجة اسمها ان انت هتلعب فريق اعلى منك امكانيات، اكيد هتضغط ضغط منخفض او هتعمل ميد بلوك ضغط في وسط الملعب وتعتمد على الهجمات المرتدة. الحاجة التانية الدفاع، طريقة الدفاع بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ هتلعب طبعا بالتأكيد دفاع منطقة، فبالتأكيد ده الأربعة ياسر إبراهيم رامي ربيعة، باك رايت محمد هاني بشوفه في المكان ده في حتة المساك بيبقى نوعا ما مش زي الباك رايت. الباك ليفت طبعا لا خلاف على علي معلول،
الارتكاز الدفاعي واللي هيديك بقى الامان، الحته اللي انت قلقان منها كريم من وجهه نظر هي اليو ديانج. اليو ديانج هو اللي يقفل لك العمق ويغطي الاطراف، ولعيب جاي جاهز مع منتخب مالي ما لعبش كتير، لعب مباراه واحده. جنبه عمار حمدي هو البوكس تو بوكس اللي يقدر يعمل لك عمليه الربط. في نقطه تانية بقى مهمه، انت في طريقه 3 4 3 بتلعب قفشه جناح، وقفشه في مستواه في الفتره الاخيره تحس ان هو مستواه قل شويه لما راح ناحيه الجناح. طب ليه ما انا احطه كصانع العاب ارجعه لمركزه الطبيعي، قفشه كصانع العاب قدامهم، وبيتحول طبعا في الحاله الدفاعيه بالطريقه بتاعتنا بتتحول 4 3 3 بنزول محمد مجدي قفشه ما بين الاثنين الارتكاز بتوعنا، المفروض الطريقه تبقى كده 4 3 3 في الحاله الدفاعيه. نكمل برضو بقيه التشكيل، ناحيه اليمين بشوف حسين الشحات هو طبعا الافضل في الحته دي حاليا. نيجي للشمال احمد عبد القادر، وهقول لك ليه برضو احمد عبد القادر حطيته قدام طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح. ليه بقى طاهر محمد طاهر؟ لان انت محتاج مهاجم سريع، محتاج مهاجم يعمل لك، لان انت بتقول هتلعب دفاع منطقه، فانت طاهر عنده حته السرعات قدام حسام حسن ربما يكون جاهز او لا لسه مش عارفين، فطاهر هو الاقرب في المكان ده في حته ان هو يعمل لك الهجمه المرتده. طب ليه مش معنى 4 3 2 مش معنى 4 2 3 1 يا كريم؟ اولا انا ببص على الدكه، لازم يبقى عندي دكه. انت دلوقتي انا لا قدر الله ربيعة اي حد فيهم اتصاب يحصل اي حاجه، هضطر اقوم مدخل محمد هاني مساك يبقى وانزل كريم فؤاد. طيب افرض برضه عايز ادي حلول، ده حل. افرض عايز ادي حل تاني، ممكن اطلع علي معلول جناح وانزل محمود وحيد. لو حد من الناس عبد القادر مثلا ما كانش موفق، اقدر اطلع علي معلول جناح وانزل محمود وحيد، فده حل من الحلول. عندي اوراق وليد سليمان، وليد سليمان لسه لاعب ولاعيب خبره كبيره، ويقدر يحل لك هنا يحل لك هنا يحل لك مكان قفشه، ينزل مهاجم وشفناه في اخر ماتش. فلازم يبقى عندك دكه. كذلك لعيب بقى لو بصيت للشباب هم ثلاثه، زياد طارق يقدر برضو، زياد طارق ادى نوعا ما برضو في البطولات دي، محتاج الخبره اكتر، بس زياد طارق ممكن استغله لبعض الوقت. كذلك فخري، كذلك طبعا محمد مغربي في حته الدفاع. بس ولكن دكتور بعد اذنك، مقاومات طاهر محمد طاهر كلاعب اعتقد انها ما تتناسبش مع مركز راس الحربه دي، بس انت محتاج مهاجم ينقل لك يا كابتن ايمن الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه، لان انت هتلعب دفاع منطقه، فكل هجومك هيبقى معتمد على الهجمات المرتده في ظهر المساحات بتاعتهم، هيكتور مورينو وسيزار مونتس الاثنين المساكين. المساحه اللي وراهم يبقى انا محتاج هي كوره اللي هنلعب عليها، كوره قفشه او عمار حمدي في ظهر الدفاع ليه طاهر محمد طاهر، او تكتيك ضربات ركنيه نقدر برضو نستغل الضربات الركنيه من خلال وجود طبعا رامي ربيعه او ياسر ابراهيم لما يتقدموا يقدروا يعملوا لك عمليه الزياده. هي الحته بس اللي مخوفاني ان هم عندهم جبهه يمنى قويه جدا يا كابتن ايمن. بالزبط. عندهم اقوى جبهه في مونتير هي الجبهه اليمنى اللي بيجي منها كل الاهداف، عندهم العرضيات خطيره جدا. احنا مونتير هنتكلم عنه امتى؟ اي احنا هنتكلم عنه يوم الجمعه. يوم الجمعه اعتقد ان احنا هنسيب مونتيري نتكلم عنه قبل ماتش الاهلي، قبل ماتش الاهلي قبل يوم السبت يعني. ان شاء الله هنتكلم عنه الجمعه، نقدر بقى نوصفه اكتر واكتر ونشوف حاجه كامل يوم الجمعه طبعا. ده انا هقعد بره وانت اللي هتكمل. في معلومه مهمه بس يا كابتن اسلام، دلوقتي القايمه النهائيه النادي الاهلي هيبعتها يوم 3 في الشهر. نعم. يوم هنبعت كام اسم؟ هنبعت 23 اسم. 23 اسم. طيب دلوقتي احنا عندنا 5 في لعيبه المنتخب بعد اصابه الشناوي، عندك محمد عبد المنعم، عندك ايمن اشرف، عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السوليه، والخامس محمد شريف. مظبوط. طب هيبقى انا ال 23 اسم هيبقى منهم الخمسه دول اكيد، يبقى اكيد في الفتره الحاليه النادي الاهلي هيأيد من الخمسه من ال 23، تطرح 23 من 5 يعني هيتبقى كام؟ 18 اسم. يبقى هتأيد من القايمه اللي سافرت اللي هم وصلوا 25 اسم النهارده بعد وصول مغربي ومصطفى شوبير. يبقى اكيد في 7 منهم هيبقوا يعني من السبع هيختاروا 18 من ال 25. صحيح. وفي 5 مع منتخب مصر. ليه المفروض يعني انا وجهه نظري ليه ان بيحصل كده؟ لان انت لازم برضو في المباراه الثانيه مع المنتخب هيلعب، حتى لو لا قدر الله المنتخب لعب ثالث ورابع يوم الاحد هيبقى برضو سواء نهائي او ثالث ورابع هيبقى يوم الاحد. مظبوط. وبالتالي اللعيبه هيبقى عندها فرصه، لعيبه الاهلي اللي هم الخمسه الدوليين بعد اصابه محمد الشناوي يقدروا ان هم يسافروا ويلعبوا سواء يوم الثلاث باذن الله لو تاهلنا، يوم الاربع، يوم الثلاث ايوه نص النهائي، ويوم الاربع في الخامس السادس لو لا قدر الله خسرنا. فده اللي ممكن يعني يكون موجود في القائمه، التفكير في القائمه حاليا يعني.
باذن الله ان شاء الله. يا مسهل ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ان شاء الله بإذن نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره الجايه. انا بشكركم جدا على ابداء وجهه النظر في النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله خلال الايام او توالي الايام القادمه ان شاء الله هيكون عندنا شرح كامل لكل الفرق اللي موجوده في كاس العالم للانديه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ العزيز كريم سعيد. شكرا جزيلا ابو حميد على وجودك معانا. كابتن ايمن بعد اذنك هنطلع فاصل, وقبل الفاصل كويس كابتن سعد عبد الحفيظ في حوار هام جدا هيقول لنا بعض الامور الخاصه بالبعثه ويعرفنا الاخبار ايه والدنيا ماشيه ازاي. نطلع نشوف كابتن سعد عبد الحفيظ, وبعد كابتن سعد عبد الحفيظ فاصل, وبعد الفاصل هي فقره كابتن ايمن ما كانش عايز يعملها. مش انا ماليش دعوه, انا قلت كابتن ايمن اللي ما كانش عايز يعملها. بيقول لك ايه دخلوا بلال بس ما دخلوش كابتن عادل عبد الرحمن, لسه سايبهم اول امبارح. فبعد الكابتن سيد عبد الحفيظ وبعد الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال, هيكونوا في ضيافه الاهلي في المونديال. هنتكلم اكتر عن كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي وبالطبع منتخبنا الوطني, ولكن بعد ما نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ. فاصل, وبعد الفاصل كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. التوفيق, لكن كمان احنا جايين في مسؤوليه كبيره, عارفين ان المحطات مش زي كل مره, المحطات اصعب من كل مره, لكن في النهايه مسؤوليه علينا كلنا, سواء كان جهاز او لعيبه, واثقين في اللعيبه كلها اللي موجوده, سواء كان زمايلنا موجودين معانا او لحقوا بينا او ما لحقوش, يعني هم كمان عندهم محطه صعبه, لكن في النهايه احنا واثقين في المجموعه اللي موجوده. يعني ان شاء الله الرحمن يكون عند حسن الظن, وان شاء الله الرحمن الظروف تساعدنا. مشاركه مع ابطال القارات في العالم كله طبعا بيبقى لها حساباتها ولها ظروفها قدام جماهيرنا المصريه هنا وجماهيرنا الاماراتيه برضو هنا الاثنين واحد, يعني فان شاء الله الرحمن يكون عند حسن الظن. يعني شفت الاستقبال ازاي في المطار؟ يعني زي كل مره, سواء كان هنا او في اي حته عربيه, هنا بالذات بتبقى مختلفه شويه, لان الجماهير المصريه والجاليه المصريه اللي هنا, وكمان الجماهيرنا الاماراتيه طبعا بتاكيد هتبقى شكل مختلف, لان هم جايين يأزرونا اكيد. يعني ان شاء الله الرحمن عليهم السبت باذن الله نكون مستعدين ونكون عند حسن الظن. عارف ان هي لقاء مش سهل, او عارف ان هو لقاء صعب مع فرقه عندها برضو خبرات في المونديال هنا, شاركت فيه كذا مره, لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله تكون التوفيق حلفنا باذن الله. كلام حضرتك مع اللعيبه, خاصه اللعيبه الصغيرين الناشئين, كلامك معاهم ازاي؟ هي الفرص بتيجي كده, هي اي لعيب بيبقى عايز فرصه, يعني الفرصه دي ممكن تكون كبيره وفرصه ممكن تكون صغيره. ربنا اراد ان يبقى فيه لعيبه ممكن تكون موجوده النهارده هنا فرصتها جات لها, المهم ان انت تتمسك بيها والاستمراريه تكون موجوده وان شخصيتك تبقى موجوده وحاضره. يعني مباريات كبيره واجواء حلوه وبطوله على مستوى عالي جدا, كل واحد في القاره بيتمنى ان هو يكون مشارك هنا النهارده, فلازم تكون انت برضه عند حسن الظن ده وتكون عندك ثقه في نفسك. احنا واثقين فيك, لازم انت كمان تكون عندك ثقه في نفسك. عندنا ظروف, مصر كلها عارفه الظروف اللي احنا فيها, وعارفه سواء من لعيبه في المنتخب, اصابات, كورونا. تكلمنا عن الموضوع ده كابتن سيد. مش عايز اقف عنده كتير عشان مش عايز اعمل اجواء سلبيه او طاقه سلبيه, خلينا نتعامل مع الموقف. يعني كل يوم ان شاء الله الرحمن بيعدي بيقربنا من المباراه, كل يوم بيعدي ان شاء الله الرحمن بيقربنا للهدف احنا جايين له, مسافرين له, محضرين له, وبقى لنا فتره بنتكلم فيه كتير وبنشوف مباريات وبنشوف مشاهد كتيره جدا لمونتيري, وبالتاكيد ان شاء الله الرحمن نكون عند الميعاد ونكون حاضرين باذن الله. اخر حاجه كابتن سيد, كلمه لجمهور النادي الاهلي, وبرضه عايزك تطمن جمهور الاهلي على, يعني زي ما انا قلت وبقول دايما, جمهور الاهلي عارف دوره كويس قوي, زي ما كان في جمهور في مصر مساندانه ومأزرانه وواقفه معانا, اكيد هنا برضه هنلاقي نفس الجماهير بلس كمان الجماهير الاماراتيه.